يا وطن العالم تعباني، أنا واحد من بين الناس، ضاعت أحلامه في ثواني، في مثلي بعد أشخاص. يا وطن العالم تعباني، أنا واحد من بين الناس، ضاعت أحلامه في ثواني، في مثلي بعد أشخاص. ناطر بدي كفي حلمي، لكن مش قادر، الحالة صارت بوطننا تصعب عالكافر. ناطر مستقبل مجهول، والوضع الراهن ما بيرحم، سامع صدى عم بيقول انت مش من حقك تحلم، انت مش من حقك تحلم. ترشي ضحكي بريئة، ارجع شوفها عوجي، شمس تغير هالحقيقة، تمحي جوات الضجي. ترشي ضحكي بريئة، ارجع شوفها عوجي، شمس تغير هالحقيقة، تمحي جوات الضجي. ناطر بدي كفي حلمي، لكن مش قادر، الحالة صارت بوطننا تصعب عالكافر. ناطر مستقبل مجهول، والوضع الراهن ما بيرحم، سامع صدى عم بيقول انت مش من حقك تحلم، انت مش من حقك تحلم. بشرفك طارق ما تعتذر مني، بعرف ان امبارح كنت معصب ومش شايف قدامك ولو مريت على بعضها. شو بكون شو صاير؟ ترشي ضحكي بريئة، ارجع شوفها عوجي، شمس تغير هالحقيقة، تمحي جوات الضجي. ترشي ضحكي بريئة، ارجع شوفها عوجي، شمس تغير هالحقيقة، تمحي جوات الضجي. ناطر بدي كفي حلمي، لكن مش أهلا. صباح خي طارق، فيك تمرق لعندي على المكتب على الساعة 12؟ اوكي يا باي. وهيدي قطب نسكافيه القطب محاسب بالشركة. أهلا كريم. خير أستاذ، لا معصب. ما في شيء، سلم دياتك، روح على شغلك. إيه بأمرك. أستاذ، إذا حدا بزعلك بخرب لك الدنيا ها؟ على راسي خيي كريم، ما بتقصر. تفضل أستاذ. فشو رأيك؟
والله يا استاذ كتر خيرك يعني، بس انه ما بتحس المعاش قليل شوي؟ يا طارق حبيبي بدك تضحي شوي. اوكي بس انا علاماتي بيستاهلوا اكتر، وانت بتعرف. يا حبيبي شكر ربك انه في حدا عم بيوصفك بهالظروف. في افهم اللي عملت هيك امبارح؟ عم بتخبريني رح تتجوز، شو مفروض مني اعمل؟ بيي وافق علي ما بعرف شو بدي اعمل. رح تتجوزي؟ شو عم تحكي انت؟ ما تصرخ بليز، نحن بمطعم. ما بعرف شو بدي اعمل خيي. الو ايه ليك انت عم تلفي لي على حبيبتي؟ والله يا حبوب حبيبتك حتصير خطيبتي بعد كم شهر، فعقبالك. بنصحك تحل عنا احسن ما يصير شيء مش رح يعجبك، عم تفهم؟ جرسنا جيت؟ فينا نعيش بالمطبخ إذا بدك. ما بدي. وين جلال؟ جلال صار له يومين بالضيعة. وين كان جاي؟ ما بعرف، ليه؟ هيدا انت؟ فكرت حرام سمعت طفش البيت. هي دارجة هالايام. شو كيف الوضع؟ ماشي الحال خيي، رح ياخد امي واخواتي، رح يقعدوا عنده بالبيت. احنا ما يضلوا بالاوضه لحالنا على السطح. وبعد فترة مدني مريقه على الهجرة ورح يخدر معه. وانت؟ ليه؟ ما بدي اترك بيي لحاله. طيب قوم فوت نام هلا، بكره بدي احكي في موضوع مهم. انا سايبه. الو امين، شو شكله بعده بحبك هيدا؟ وانت؟ انا ما لي اختيار بالحياه، لو لي اختيار اكيد ما حيكون انت. يلين ليش عم تعملي هيك؟ طب انا حعيشك ملكه مثلا. اخر حبي انت ومصرياتك. ايه فا شو رايكم بيا اللي قلت لكم اياه؟ عم تسالنا؟ ولك الوظيفه الايام نعمه وما حدا بيرفض النعمه. ما انا هيك عم بقول. شباب بدي منكم خدمة. خير في واحد بدي اياكم تقرطوه قتلة. ايه بأمره بابا. شو؟ ما فهمت. اهلا للينا جبروت تجوز واحد غيري، وبدي اياكم تخلوه يندم على الساعة اللي خلق فيها. بس يا ربيع هيدي الشغلة خطرة كتير، بدكم تساعدوني او لا؟ لك ايه يا حبيبي، بصير بقى الشغلة في دارك وحبس، وانا الله وكيلك ما بحمل كفاين.
بدي اعتذر منك. ما كنت متخيل ليه موظف بسرعة. الهيئة وصلته قوي. معقول؟ بس أنا ما بدي إياك تيأس. أنا بدي يأس؟ لا يا أستاذ، أنا مثل ما بيقولوا تم صحت. على كل حال عم حضر ورقي، ما غرض بدي سافر. بس يا طارق، البلد بحاجة لكفاءات اللي مثلك. يا أستاذ، بهالبلد ما في محل للكفاءات اللي مثلي. خير استاذ، قالوا لي طلبتني، بدك قهوه ولا نسكافيه؟ ولا شيء، اقعد معي وزك. تفضل استاذ. معي وزك بخدمه، بس ما فيك لاقي لحالك. نحن بالخدمه استاذ. يلعن اختي يا زلمه، بدنا مصاري نعبي هالدفايه مزبوط. يلعن اختي، بدنا مصاري نعبي الدفايه مزبوط. يلعن اختي الدفايات. رح يطارق حولتني يا زلمة، عود بقى بسيطة، ما زبطت هالمرة بتزبط مرة تانية. بعرف بعرف انه بتزبط مرة تانية، وبتعرف ليه؟ لاني رح سافر. ليه؟ لانه لا في قروز هون حبيبي، مش شايف الاوضاع؟ شو بهالاوضاع؟ الحمد لله عم ناكل ونشرب بس ما عنا مزود. الحمد لله الحمد لله، واحلامنا حبيبي. يا حبيبي شو بعمل لك اذا انت خلقت بمنطقة اسمها مقبرة الأحلام؟ إيه، أنا بدي أطلع من هالمقبرة، وإنت كمان لازم تطلع من هالمقبرة وتحقق أحلامك لحتى يكون بيك فخور فيك. معك مصاري نعبي الدفاية مزود. اتفقنا الليلة، ما دعت الهم، نخليه ينسى الحليب يلي رضعه. الزلمة صاحبنا وناوي ياخذه فيها. يلا خلينا نمشي. طب انت ليش ما بتسافر؟ قلي علينا عشان تقرب. انا قررت انه كفي حلمي. خوش ليتي بارك، كان شريكه الأمين وبدو ينتقم مني.